تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر أيضا. خلونا نتعرف على تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة بصحبتنا الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير عليك يا دكتورة. صباح الخير على حضرتك مصطفى، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، أهلا بيك يا فندم. أخبار الموجة دي إيه وهتستمر لمدة قد إيه، وهل سيعترضها يعني أي موجات قادمة في القريب العاجل ولا هتستمر درجات الحرارة بهذا المعدل؟ يعني يمكن إحنا بالفعل بدأنا نشهد انخفاض في قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار وأيضا خلال فترات الليل، بنتأثر بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وده بيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة اللي بتحجب جزء من أشعة الشمس، فبتساعد على انخفاض قيم درجات الحرارة، وكمان احتفنا بنسب رطوبة أقل، فاحنا بنحس مع وجود المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا إن نسب رطوبة أقل، فبالتالي العظمى على القاهرة الكبرى اليوم متوقع إن هي تكون 30 درجة مئوية خلال فترة النهار، وده بيجعل احساسنا بالضغط خلال فترة النهار ما بين مائل للحرارة للحر، خاصة في وقت الظهيرة مع تسجيل قيمة درجة الحرارة العظمى، وده في المحافظات الشمالية يعني سواحلنا الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، الانخفاض ده بيمتد لكافة محافظات الجمهورية. كمان فترات الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس أكيد بيكون انخفاض في قيم درجات الحرارة، لكن كمان احنا بدأنا نحس ببعض البرودة الخفيفة فترات الليل المتأخر، فترات الصباح الباكر أجواء معتدلة بشكل كبير، بل كمان في بعض المدن الجديدة الأماكن المفتوحة بتحس بالبرودة أكثر. كمان في فترات المساء وساعات الليل بنلاقي نشاط نسبي للرياح، ده بيساعد على تنظيف الأجواء أكثر واعتدال الأجواء، بالإضافة كمان إن حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط عادت لطبيعتها بعد الاضطراب اللي شهدناه أمس وأول أمس وارتفاع أمواج وصل لثلاثة ونص أو أربعة متر، فبالتالي اليوم البحر المتوسط هيكون صحيح. معتدل صحيح. وأهل تماما لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية. صحيح، شكرا لك دكتورة منار، وخلينا سريعا نذهب إلى متابعة درجات الحرارة المتوقعة خلال ساعات هذا اليوم. لو بصينا للعاصمة القاهرة هنلاقي فيها العظمى 30 والصغرى 22، كذلك الحال أيضا في العاصمة الإدارية تسجل درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21، الأسكندرية 27 23، العالمين الجديدة 27 22، مطروح 28 23، دمياط 28 22، بورسعيد 29 23، أما في الإسماعيلية فدرجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22. في السويس العظمى تسجل درجة الحرارة هناك 30 والصغرى 22، العريش 29 22، كاترين 26 13، طابة 28 23، وفي حلايب 31 28، أما شلاتين 34 26، شرم الشيخ 33 26، وفي الغردقة 33 26. الفيوم تسجل العظمى 31 والصغرى 22، بني سويف 31 21، الوادي الجديد 35 22، أسيوط 32 21، سوهاج 34 22، قنا 35 23، الأقصر تسجل 35 24، أما محافظة أسوان فالعظمى تسجل 36 والصغرى 24. وبكده مشاهدينا يمكن بصينا لأغلب درجات الحرارة النهاردة، زي ما شفنا درجة الحرارة يعني سجلت في العواصم الشمالية أو في المدن الشمالية أقل درجات الحرارة، أما في أسوان والأقصر فهي أعلى درجات الحرارة. نعود مرة أخرى لمحمد ومنا لاستكمال باقي فقرات صباح. شكرا لك مصطفى.